أين الخطأ في الجملة التالية؟ J'ai été voir un film au cinéma. ذهبت لمشاهدة فيلم في دار السينما. لدينا هنا الفعل être في الباسي كومبوزي. J'ai été وهو فعل يعبر عن حالي verb d'état. لذلك فعل الحالي يمكن أن يكون متبوعا بصفة adjective. على سبيل المثال J'ai été malade. أنا كنت مريضا. أو يمكن أن يكون متبوعا بظرف مكان complément circonstanciel du lieu. على سبيل المثال J'ai été à Paris. أنا كنت في باريس. وكلا المثالين صحيح، ولكن في التركيب السابق نقول j'ai été voir، أنا ذهبت لمشاهدة. وهذا التركيب شائع في اللغة العامية المحكية، ولكن يعتبر خطأ في اللغة الفصحى، لأن الفعل être لا يمكن أن يكون مطبوعا بانفينيتيف. والسبب الثاني هو أن الفعل être لا يعبر عن حركة، وإنما هو فعل حالي. لذلك الشكل الصحيح للجملة هو je suis allé voir un film au cinéma، لأن الفعل allé يمكن أن يكون متبوعا بانفينيتيف، ولأن الفعل allé هو فعل يعبر عن حركة un mouvement. Et voilà. اكتبوا لنا في التعليقات أخطاء شائعة أخرى تعلمتموها من الفرنسيين.